سيسي الرقم رقم كبير، اتكلم اكتر 100 مليار ولا 120 مليار مثلا. الرقم ده لو كان راح، ما انت اهو تحملته وانت بتدفعه، تدفعه وانت بتواجه الارهاب. الرقم ده اصرفه في حتة تانية، ولكن عندك زرعوا لك ارهاب عشان يخرب البلد، عشان يرجع البلد 100 سنة لورا. والرئيس قالها قبل كده، احنا هنتحمل الجيش والشرطه، هم اللي هياخدوا في صدورهم ايه نيابه عن الشعب. قال هنتحمل هذا الامر، واحنا اللي هنتحمل جيش وشرطه نيابه عن الشعب. ما هو كان يا الشعب يا الجيش والشرطه. التضحيه مين اللي ضحى؟ القوات المسلحه والشرطه. حموا الشعب وهم اللي دفعوا ثمن غالي قوي، ما دول كلهم مننا. اي واحد النهارده شهيد جيش او شرطه ما هو مننا، اخوك قريبك ابن عمك ابن خالتك من عيلتك من بيتك من بلدك من محافظتك، كلنا حاجه واحده، كلنا حاجه واحده. عندما نرى هذا الامر يبقى لازم ناخد بالنا كويس قوي من اي شيء بيعملوه، من اي شيء النهارده بيتكلموا عليه، من اي شيء بيحرضوا عليه، من اي شيء يقول لك البلد والبلد هتحصل وهتقع وخلوا وشفتوا وعملوا ايه والدولار حصل والذهب بيعمل والاسترليني مش عارف بقى بكام واليورو بقى بكام، وكأن الناس بتشتغل كلها في العملة، وكأنه بيشتغل في العملة. ما دي بلد. هو انا وقت الأزمة البلد انط واجري ولا اقف معاها؟ على فكرة مواقف الرجال ومواقف الأوطان والشعوب مع أوطانهم وقت الأزمة، يعني تقدر تفرز هذا وذاك إمتى؟ مش وقت الرخاء. وقت الرخاء ما هو كله تمام وزي الفل وما شاء الله، لا، وقت الأزمة لما يكون عندك أزمة تقدر تفرز كويس قوي مين مع البلد ومين يعني يقول لك وانا مالي. فهنا تحدد وتحدد كويس قوي، ويمكن حضراتكم شايفين كويس قوي الفتره اللي فاتت دي حضراتكم اللي بتفرزوا مين. ما هو في ازمه كبيره، ايوه في ازمه احنا معترفين بيها، محدش يقدر ينكرها، وبنقولها وبنتكلم عليها. السيد الرئيس اتكلم عليها مليون مره واتكلم عنها في خطاب يوم الاربعاء اللي فات بشكل واضح، عندنا ازمه. طب هل وانا عندي ازمه البلد دي تقع، البلد دي تنهار؟ طب الله، مش في ناس مستنيه البلد دي تنهار ولا مفيش؟ طبعا في، طبعا في مستنين وجاهزين.